بسم الله الرحمن الرحيم. نوفمبر 2015 بيبر 3 فاريانت 3. والسؤال 10 بيقول لي The output of an AC generator in a power station is 5000 volt. A transformer increases the voltage to 115,000 volts before the electrical power is transmitted to a distant town. بينقلوا كهرباء من محطة كهرباء لحد مدينة بعيدة شوية، تمام؟ State and explain using a relevant equation one advantage of transmitting electrical power at a high voltage. حبايبي تعالوا نفهم القصة شكلها عامل ازاي، وانا انا هتصرف ازاي في حاجة زي كده. انا عندي محطة كهرباء باور ستيشن اهي، وعندي البيت. طبعا محطة الكهرباء مش كل بيت جنبيه محطة الكهرباء الخاصة بيه، وانما الكهرباء بتتنقل مسافات بعيدة باسلاك كبيرة اسمها الترانسميشن كيبلز او الناشونال جريد. طب ايه اللي بيحصل يا ولاد؟ عندي مشكلة خطيرة في نقل الكهرباء مسافات بعيدة، ان الاطوال الطويلة دي من السلك بتسخن فبتطلع هيت. الهيت ده كله يا ولاد يعتبر هيت لوس او انرجي لوس، انا دافع اصلا ثمنه في الباور ستيشن لان جاي من الالكتريك انرجي، فالالكتريك انرجي بتاعتي اللي انا طلعتها هنا هتطير از هيت. فان شاء الله على ما توصل البيت مش هيوصلني حاجه. حبايبي كمية الهيت اللي طايرة لو حسبناها كباور equals I square R equals I square، حيث I هي الكرنت اللي ماشي في السلك، R هي الريزيستنس اللي في السلك، الباور هو كمية الهيت لوست لو حسبناها as power بدل energy. طب الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ايه؟ ان انا لو قدرت بطريقة ما ان انا اقلل الكرنت اللي في السلك، يبقى كمية الهيت اللي في السلك او السخونة اللي مفقودة في السلك هتقل. هنا يا اولاد دي دور الكومبوننت اللي هنا. ايه الكومبوننت اللي هنا؟ هنا يا اولاد بعد الباور ستيشن بيحط لي ستيب اب ترانسفورمر. ستيب اب ايه؟ ترانسفورمر. ايوه انا اقصد صح، ستيب اب. الستيب اب ترانسفورمر ده هيرفع الفولتج في السماء فينزل الكرنت خالص 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 خالص، تمام؟ من خصائص الترانسفورمر انه لو رفع الفولتج يقلل الكارنت، ولو رفع الكارنت يقلل الفولتج، يعني ماشي عكس بعض. فبالتالي الكهرباء تمشي زي ما انتم شايفين يا ولاد، لو كارنت لو كارنت، فبالتالي ما يبقاش فيه هيت لوس، ما يبقاش فيه هيت لوس، فبالتالي الكهرباء توصل عند بيتي كويسه. بالمناسبه قبل بيتي انا ما اقدرش ادخل فولتج عالي، فقبل البيت بنحط يا ولاد ستيب داون ترانسفورمر. الستيب داون ترانسفورمر هينزل الفولتج ويرفع الكرنت تاني لقيم مناسبه للبيت. ارجو انك تكون فهمت ايه القصه. فالراجل بيقول لي باستخدام ايكويشنز قول لي ميزه ان انا انقل الباور هاي فولتج. اقول له عينيا حاضر تعالى. هقول له يا فندم ذا ترانسميشن كيبلز جيت هوتر وذ لارج كرنت. الترانسميشن كيبلز هتسخن مع الكرنت. This is heat loss، وده في حد ذاته عبارة عن heat loss. And it equals P equal I square R. كمية الهيت لو حسبناها كباور equal I square R. So if current intensity decreases، لو أنا قللت ال current intensity the heat loss will decrease. تمام؟ يبقى أنا لو قللت نحط لنا هنا كوما، يبقى the heat loss will decrease. مين بقى اللي بيعمل الموضوع؟ The step up transformer will increase the voltage and lowers the current so less power a so less power loss. السؤال هنا محتاج برضو ان احنا نستعين بالمارك سكيم ونشوف الثلاث درجات على ايه. حبايبي الراجل مدي درجه على كلمه less power احنا قلناها، او تقدر تقول energy lost قلناها، heat generated in cables قلناها، محتاجين smaller current دي عليها الدرجه الثانيه واظن ان احنا قلناها، تمام؟ الباور ايكوال اي سكوير ار طبعا هو قال لك او ايكوال اي في احنا قلناها. انا اظن ان اجابتنا الجميله دي تستحق فعليا ثلاث درجات كاملين. السؤال العاشر ايه؟